السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما استقريت في غرفتي المتواضعة الجميلة في مستشفى كيفن كويت في سوانزي، بدأت أفكر بموضوعية، لأن أنا كان ناقص لي أعتقد اللي هو اجتياز امتحان اللغة في عشان أخد الرخصة الطبية، وفي نفس الوقت أن أنا أوفر 25 جنيه بتاعت اللي هو اللي أنا أوفرها في السكن ده عشان ايه انفقها على الاكل والشرب بتاعي. فكنت وكان الاستراتيجية التالتة او التانية اللي هي ان انا ابتدي اراسل مستشفيات كده جدا عشان تاخدني اعمل عندها تدريب وتمرين بحيث ان انا يعرفوني، فلما يجي لهم وظيفة اكون انا اقدر ايه اخدها، وكان الامر في الميسر في هذا الوقت. فدي كانت الاستراتيجية بتاعتي، توفير 25 جنيه الوجود في مستشفى عشان اتعلم والحصول على وظيفه واللي هو الى اخر. وانا هناك بدات بقى اراسل، يعني كتبت لي مجموعه غير عاديه من المستشفيات في كل مكان في بريطانيا، من جلاسكو للندن، يعني كله 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 كله، واقول لهم انا عايز اعمل ايه الى اخر الى اخر الى اخر الى اخر. حتى ان انا لما قررت ان انا ازور بعض المستشفيات دي قطعت تذكرة قطر كانت تلف بريطانيا كلها لمدة اسبوع عشان اخدها واروح المستشفيات دي كلها اللي انا كنت عايز ازورها في هذا المكان. طبعا لما استقريت انا واصبح حالتي النفسية جيدة واصبحت عندي مكان هادئ اعود فيه، استطعت ان انا افكر بطريقه موضوعيه. ودي رساله للشباب، يعني دايما استقر في مكان تستطيع من خلاله انك تفكر في المرحله الثانيه اللي انت عايز تاخدها او تعمل فيها، مش وانت في نفس المعركه تقعد تفكر. لو انت بتفكر وانت في وسط المعركه عمرك ما هتفكر صح. فاجد لك مكان تستقر فيه حيث تستطيع ان تفكر بطريقه هادئه وبطريقه موضوعيه. وده اللي حصل فعلا وأنا موجود هناك. وفعلا ذهبت المستشفيات كتير، منها في بليموث ومنها في جلاسكو ومنها في ريدينغ ومنها في ولفرهامبتون إلى آخره إلى آخره، إلى أن قبلتني مستشفى في برمنغهام في ولفرهامبتون ومستشفى أخرى في ريدينغ. وقابلت رئيس المعهد بتاع الشعاع الذري، العلاج الأشعة الذري والكيماويات في جلاسكو، واللي كان متحمس جدا ليا وقال لي لما تخلص الامتحان بتاعك ابقى ايه قدم لنا يعني الى اخره. فده كان الاستراتيجي بتاعي اللي انا كنت بتكلم عنه. قعدت هناك في المستشفى دي فتره معينه الى ان جات لي اللي هو انتقلت بعد كده لأعتقد ولفرهامبتون، وقعدت فيها كمان شهر، قلت أكون قريب من برمنغهام. وبعدين في بعد كده انتقلت لريدينغ اللي هي قريبة من لندن، وبرضك قعدت فيها أكتر من شهر، 6 أسابيع أو حاجة زي كده هو. وبعدها نجحت في الامتحان إلى آخره وبدأت إن أنا أشتغل. فما بتكلم عن اللي هو الفترة بتاعت سوانز دي هي فترة استقرار معيشي كي تستطيع أن تفكر وتخطط للمستقبل. استقرار معيشي كي تستطيع أن تفكر وتخطط للمستقبل. السلام عليكم ورحمة الله.